51 ولا ديباس هكذا ما شاء الله. بدا شحال يكون الميزان دوك هذا ابيبي شحال يكون الميزان تاعو؟ 4 قناطر. ها الله يبارك ما شاء الله. هكذا ضربوا جوله سوق الاربعه بالجمعه. انسان اللي حبيب يبدا مشروع تاع الابقار ولا انسان يحب يتاجر ولا يعني يزور هنا السوق ونص هذا يرضى هذا الله غير ما شاء الله. دوك هذا من عند اخونا كسيبه اخويا كسيبه الله يتربط هذا الله يبارك هذا كنت تسمع خالتي صافي ان كرون بليزير خصكم والو يعني صراحه ندوروا لعند خاوتنا بيان سير كذلك الله يبارك هكذايا راهم يحيوكم الله يبارك ترونسان كامل الحمد لله الله إيه سبحان الله دوك كيفاش دوك كيما هذا يقول لك عطاونا 15 16 17 يعني انسان كيما هذا سيتو لي عندو المغرب بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية طيبة لكل من يتابع قناة ناصر تي في من داخل ومن خارج الوطن. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. إذا بالمناسبة اليوم رانا 25 أود 2023 ورانا متواجدين بسوق الأربعة، والفيديو هذا راح يكون خاص إلا بالأبقار فقط. بالمناسبة كذلك السوق هذا فيه الكباش الماعز الأحصنة وحتى الأعلاف اللي خاصة بالمواشي. هكذا انسان يحب يضرب الله ويشوف واش كاين يتوجه ان شاء الله يوم الجمعه. اخونا هذا بارك الله فيك خويا العزيز يعطيك الصحه. اخونا هذا ياكل جمعه هنايا ويخدم كذلك الا الابقار فقط. واش راك فاهم جماعتنا الله يبارك صافي ان كرون بليزير يا خويا. هذه الله يبارك دائما ابوني بيان سور خويا العزيز عليك. صافا شيخ لاباس بخير الله الحمد لله ربي ما شاء الله يعني وكارف ما شاء الله الله يبارك. وشحال سوا هذوما؟ هذوما نصب 55 55 في زوج الله يبارك صافي ان كرون بليزير بارك الله فيك بيان سير الموبيليار عنده عدم اوه الحاج بيان سير بيان سير طوف كاع خويا. لا لا ما شاء الله. اذا ندوزو عند خونا وهذا احد متابعي قناه ناصر تي في. واش راك خويا؟ صافا كيف الزين؟ واش راك مبارك؟ صافا لاباس سير خير اخي ناصر كاع يا خويا والله غير راك سيدو يا خويا ناصر يا خويا سلام تراسك المشغل وشرا لنا روحي صورت معاه شرا لنا وكريم صغير الله يبارك هكذا الله روحي من صورك معاه باش تشوف روحك العشيه ما شاء الله الله يبارك. هذا العمر شحال هذا؟ هذا شحال يكون؟ واحد شهرين ونص هذا يرضى هذا الله غير ما شاء الله. دوك هذا من عند اخونا كسيبه اخويا كسيبه الله يتربط هذا الله يبارك هذا كنت تسمع خاوتي صافي ان كرون بليزير هاك تشوفوا خاوتنا يخدموا يعني ما شاء الله. دوك هذايا بالك من على 6 شهور 7 شهور عام يولي الله يبارك رويج لي يا خويا 13 و800 كما قال لكم الاخ راهو بالتيكي ديالو ما شاء الله خالتي الله يبارك. خونا نقول لك ربي يقدر لك يا خويا وربي يعينك صافي ان كرون بليزير خويا في الموبيليار شوف الله يبارك ما شاء الله خوتنا يعني لو كان تعاودوا تجوا لهنا سوق الاربعه توجد كما نقولوا حنايا لي ميم بيرسون اللي يبيعوا وراكم تشوفوا سلعه الله يبارك حاجه ما شاء الله في الموبيليار. فوالا ودوك كيما ديت شحال سوات شيخ؟ 22 دارت 20 الله يبارك حاجه تاع كسيبه حاجه تاع كسيبه حاجه تاع تعمار شوفوا مازال هاد يعني مازال هاد تتعمر الله يبارك صافي بليزير يا خويا. اذا كذلك مع الاخ شوفوا واش جاب الله يبارك. هذا راس حاجه سام شيخ؟ لا لا مش راس سام هذا حاجه سام يعني راكم تشوفوا الله يبارك في البيض. وشحال سؤال دايا؟ 10 و600 10 و600 الله يبارك دائما يعني لا راس كما في الموبيل لا تكون غاليه بيان سير على العربيه ولا هذه هي 10 و600 اذا بالمناسبه نطلعوا عند خوتنا وعند دائما اللي هنا خونا سعيد الله يبارك واش راك؟ وسعيد سودانيه نحييهم بالمناسبه. سعيد راك تشري راك تبيع ولا واش راك دير؟ يبيع الله يبارك كما قال لكم تجار يعني يشروا يعاودوا البيع ربي يقدركم بيان سير خير من كبش. لا لا خير من كبش اكزاكتومون اكزاكتومون لا لا صح يعني اذا واحد يدي حاجه كيما هذه خير من كبش الله يبارك والله غير صافي بليز. اذا نجوز عند خويا كذلك وحبيبي لي كل جمعه هنايا بالسوق الاربعه وشوفوا جاب لنا الوكرفه هذه الله يبارك ما شاء الله. شحال اخذ هذه شيخ؟ 26 فانتنا في الله يبارك مرقده كما قال لكم مرقده هذه الله يبارك ما شاء الله.
حتى ضربوا جوله سوق الاربعه بالجمعه. انسان اللي حاب يبدا مشروع تاع الابقار ولا انسان يحب يتاجر ولا يعني يزور هنا يا السوق ويحب يربي يعني. وقت كاين خاوتنا يعني كل جمعه راهم هنايا يعني. اذا بالمناسبه شوفوا لوكريف هدايا الله يبارك كما قال لكم الاخ هذا مازال ما كسرش مازال ما كسرش وشوفوا ضخم الله يبارك. هذا بالمناسبه تباع 52 مليون هكذا باش نعطي لكم نظره فقط. وهذا رمامو مازال يتعمر يعني راهو قبيح شويه ولكن اذا بالمناسبه كذلك مع خونا جاب لنا وكريفات هذوما كيما نحيو خوتنا من الغواط اللي جاو لنا لهنايا للسوق الاربعاء الله يبارك خويا كذلك ما شاء الله يعني نحيوهم بالمناسبه وجاب لنا زوج وكريفات الله يبارك. وشحال داروا هكذا شيخ؟ 36 داروا 36 في زوج ولا الوحده؟ في زوج يا اخي 35 و200 في زوج الله يبارك. هكذا يعني راكو تشوفوا اسعار ما رايش طالعه طالعه يعني راهي كيما يقولوا مناسبه. انسان اللي يحب يربي ولا حتى اللي يحب يعاود خويا العزيز واش راك لاباس الله يبارك. نزيدوا ندوروا عند خويا لهنايا جاب لنا الزوج هذوما الله يبارك. هاني 26 في زوج يا اخي هذوما في زوج 26 يعني 13 مليون واحد يعني انا جاب لي ربي انسان يولي يخدم البقري خير من الكباش. الكباش خلاص يعني خلاص تقاول الكباش الله سبحان الله. دوك كبش دوك كيما هذايا يقول لك عطاونا 15 16 17 يعني انسان كيما هذايا سيتو اللي عنده والي ما ولا يدي حاجه هكذايا خير من يعني الكبش بألف مرة الله يبارك. يا خويا مرحبا بكم بارك الله فيك يعطيك الصحة سي جونتي. دائما كنقول لكم بلي خوتنا كل جمعة راهم هنايا أرواح وزوروا المكان إن شاء الله. الأربعة قول لهم أرواح وما يخصكم والو والله غير خوتنا يقول لكم مرحبا بكم وصح ما يخصكم والو يعني صراحة. ندوروا لعند خوتنا بيان سير كذلك الله يبارك هكذايا راهم يحييكم الله يبارك. 35 كامل حومتي يا خويا والزيروكات نحييه بالمناسبة يا خويا مرحبا بكم بارك الله فيك خويا العزيز. أخونا كذلك شوفوا جاب لنا وكليفة الله يبارك حاجه شابه دائما تاعت ربي انسان اللي يحب يربي ما شاء الله. وهذه شحال اخت خونا؟ 16 و100 الله يبارك. اذا بالمناسبه شوفوا الله يبارك حاجه صغيره عندها شهرين فقط ودوك هذه متحوش على يمها هكذا ودوك هذه كيفاش دوك انسان اللي يربيها يشرب لها الحليب ولا ترعى نورمال؟ الحليب يحب يجيب لها بقره اخرى يجيب لها بقره اخرى. داكور صح. شنو دوك هذه الحشيش مازال باش تاكل يا اخي؟ تاكل الحشيش نورمال. 12 و600 كيما قال لكم دارت 12 و600 بصح لو كان دوك توالف البيبرون نورمال يعني تبي تشرب عادي وشرب حليب تاع شكاره ولا؟ تاع الغبره تاعها. ها؟ تاع الغبره تاعها هكذا صافي تاع شكاره لا لا كنت سمع قال لكم شكاره انا واخد بالك تاع 2500 و إذن بالمناسبة مع خوتي كذلك لنحييهم بالمناسبة هنايا بسوق الأربعاء. وخونا كذلك هدايا تاجر الأبقار كل جمعة تلقاوه هنايا بسوق الأربعاء. واليوم جاب لنا الوكريف جاب لنا وكريف ولا وكريف هادية؟ وكريف الله يبارك شوفوا ما شاء الله تعمر مازال يتعمر نورمالمون شوفوا الله يبارك مازال يتعمر ما شاء الله. بالمناسبة خونا يخدم غير الأبقار يعني هكذا هذوك نخلي لكم رقم الهاتف ديالو اون سي جامي خصكم يعني حاجه تاع مناسبه تربيه ولا تسمين ماشي كامل المشكل اتصلوا مع خويا. سينو كيما شحال الحق؟ عطاونا 33 ونص عطاونا 33 ونص الله يبارك. دوك هذا شحال يكون السن تاعو خونا؟ السن تاعو ها العمر 10 شهور 10 شهور الله يبارك ما شاء الله. وهذا مازال يتعمر يعني انسان اللي يحب يعمر مازال يتعمر ما شاء الله. دوك نروحوا لعند خويا يعطينا رقم الهاتف هكذا تقدروا تواصلوا معاه. إذا نخلي لكم رقم الهاتف هكذا تقدروا لكم تواصلوا مع خونا ماشي كامل المشكل. خونا عطيني الرقم على المباشر هكذايا. مارك 073 0773 32 38 98 سمحوا لي 98 ماشي 38 32 في الأخير 32 هكذايا. المكان ذكرني وين؟ باب علي هكذا راه في العاصمة. أي حاجة مناسبة ولا تصلوا مع خويا يتهلا فيكم بارك الله فيكم. إذا نطلع لخوتي دائما شوفوا الله يبارك دائما خوتنا اللي نلقاهم هنايا بسوق الأربعاء وشراو لنا من السوكية الله يبارك شوفوا ما شاء الله. عين بحا خلي محمود وراه عين الله يبارك يا خويا كيما يقول لك هكذا ربي يقدروا يا خويا. راكم معروضين
الدين يا خويا. دوك غادي تروح مناسبه خونا. صافي بليزير يا خويا. خونا ربي كتبها وبارك الله فيكم. يعطيك الصحه سي جونتي خويا. اذا مع خويا كذلك جاب لنا بياسر انت الخطي. جاب لنا وكريفه وكريفه. وكريفه كحلوشه ما شاء الله. ها هو المصغر اللي هنا راه يدور بسوق الاربعه. واش كدير هنايا؟ واش شري؟ هكذا الله يبارك راكم تشوفوا المصغر قال لكم نشري ونبيع والصغار راهي راقده دوكا مساكن يا خويا ربي يعاونك. سينو شحال داير هذا خونا؟ 15200 داير 15200 الله يبارك. دائما نشوفوا اذا مازال يسمال مازال يا خويا الجلده مازال كاينه يا خويا. صافا خونا لاباس الحمد لله. خونا كذلك شوفوا واش جاب لنا الزوج هذوما الله يبارك. خوتي انا ما حش نقدر نصور لكم كل شيء واش موجود هنا بالسوق. اذا الانسان اللي انتيريسي ولا يضرب جوله لهنايا لسوق الاربعه يعني كاين الرزق ما شاء الله. كذلك شوفوا عندنا هذوما الله يبارك. يعني بلاسك باش نصور لكم يعني هذوما كامل حاجه تاع تربيه ولا حاجه تاع مناسبه خفيفه هكذا يا انسان باش كيما يقولوا عنده نظرة على السوق هذا. بالمناسبة هذوما مازال ما سالوش. نزيدو نكملو ونشوفو واش كاين عندنا كذلك هذو. هذوما تباعو بالمناسبة الله يبارك. يعني الحمد لله وكيت دائما كيتشوفو عرسة هكذايا هكذا أي حاجة فوق الماشية عرفو بلي تباعو يعني. ما شاء الله مبروك عليهم ولهم ربي يقدرو إن شاء الله. إذا مع خويا شوف كذلك جاب لنا وين راهو المشكل خويا وجهك خير وش بيك؟ الله يبارك. هاطل واش راك خويا لاباس؟ ما شاء الله كما قال لكم في زوج 52 وهذه ما حاجة تاع تربية كذلك إنسان ديدي يا ربي. إذا بالمناسبة نطلعوا لعند خونا هكذا يا هاوليك العزيز وين جيت نتايا؟ بويرة بويرة الله يبارك. نحيو بيان سير خاوتنا من الديس بيان سير السوق تاع بويرة غنية تعرف يعني سيرتو في الأبقار. إنسان دوك لو حاب يتوجه غدوة إن شاء الله يعني يوم السبت يروح للبويرة الأبقار. أنا أخضر راه عندنا 50 و200 ها كيما باش يسمع الأخضر يا خويا 50 و200 هكذا يتوجهوا لسوق البويرة كاين كامل الأنواع يعني تاع الأبقار. خاوتي ربي يقدركم خويا العزيز يعطيك الصحة. واش راك أخي صفا لاباس؟ زيد نشوفوا هذايا شوفوا الله يبارك بسم الله ما شاء الله. خويا العزيز واش راك؟ صافا لاباس بخير الحمد لله. بسم الله ما شاء الله. جاء قوة الله يبارك كما قال الأخ هذايا الحق واحد الخمسين ولا ديباسي هكذا ما شاء الله. هذا شحال يكون الميزان دوك هذا افيفي شحال يكون الميزان تاعو؟ اربعه ها اربع قناطر الله يبارك خاطركم هذا يا الحق واحد اربع قناطر ما شاء الله. هكذايا باش تشوفوا برك خونا هذايا اللي داني ويخدم الى المعز الله يبارك ونسي جامي شي واحد انتيريسي ولا يتواصل مع خويا. قول لي خويا الرقم تاعك 05 42 44 54 75 71 20. هذا هو الرقم يعني اونسي جامي بومرداس لي زيزا اونسي جامي انسان انتيريسي المعز يتواصل مع خويا. اذا نعاود نولي لكم لهنايا الفيديو هذايا خاص بالابقار راكم تشوفوا هنايا هذايا الرونجي خاص الا بالابقار تاع الحليب الله يبارك. ما شاء الله شوفوا كذلك هذه خاصة بالحليب الله يبارك. ما شاء الله في الشريبة يبيعوا هذه. وش حلقة هذه؟ أحمد وسواد تاع الحاج خروفة ما شاء الله. يعني هذه خاصة بالحليب الله يبارك. كذلك شوفوا هذه الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله هكذا يعني هنا مقسومين يعني تاع الحليب وحدهم تاع اللحم وحدهم وحاجه تاع تربيه كذلك وحدهم الله يبارك. شوفوا كذلك عندنا هذه الله يبارك هذه حاجه تاع حليب هذه الاخرى يقول سمونا 108 الله يبارك. كذلك شوفوا الله يبارك هذوما خاصين حاجه عربيات خاصين بالتربيه. هذا الاخ اللي مازال ما سامونيش
بيان سير شيخ صاحبي حبيبي ونظور عندك شيخ الله يبارك لك صافا لاباس بخير صافي بليزير شيف الله يبارك لا كولور ما شاء الله وكيفا هذه على راسي هذه على راسي كيما قال لكم الله يبارك دوك هذه شحال تكون الميزان عفيفري؟ الميزان شحال تكون واحد القنطار ونص هذاك ممكن هاي لا قنطار ونص الله يبارك يعني تولي خير من يعني خير من كبش صراحه تولي خير من الانسان اللي يديها مناسبه خير من كبش مين فوق بارك الله غير النهايه كيما قصي فري صح وشحال حقت هكذا شيخ؟ شحال حقت؟ 22 يعني فهمت ها لك الصغيره يدور هنايا اكزاكتيمون الكره اكثر من الصورده الله يبارك ما شاء الله تجوزها بيان سير خويا العزيز اذا هم خاوتنا لا لا تسرق جست خلاص جست الكاميرا مخفيه خاوتنا دوكا ذلك اللي يخدموا غير الابقار اعطيني الهاتف على المباشر هكذايا اون سي جامي خصكم الابقار ولا تربيه مناسبه تسمين كل حاجه شوفوا مع اخونا هذا هو الحاج ايمن اي الله اعطينا الرقم خويا 05 52 93 93 96 96 96 15 خاوتي يخدم كما قال لكم كما خصكم يخدم غير الابقار يعني صراحه ولاد سلامه هكذا يا اخي ولاد سلامه هكذا تقدروا تواصلوا مع خاوتنا وخاوتنا نحيو خاوتنا بوشاوي الله يبارك بوشاوي معروفين بالاحصنه يا اخي الله يبارك لا من الابقار ثاني كاين الابقار كاين شوف الله يبارك يعني هكذا يا راكم تشوفوا يعني السوق تاع الله يبارك ونزيدوا ندوروا عند خويا لهنايا شوفوا الله يبارك الله يبارك 26 هذه هي؟ غير 20 غير 20 كما قال لكم يعني ودوك هذه واحد الميزان واحد 20 واحد القنطار ونص هكذا هكذا يعني الله يبارك هكذا يا اذا خاوتنا كما شفتوا يعني كامل يخدموا الابقار وكامل يعني كل جمعه متواجدين لهنايا يعني ربما الى باع لك حاجه عيانه اوتوماتيكمون الجمعه الجايه راح تلقاه لهنايا هادو العباد ماشي لي زعما يدخلوا انفو للسوق باش تشوفوا يعني تاع كل يوم وانا دائما نعاود نذكركم انسان اللي يخدع ما شكيتش يعني يخدعك ويعاود يولي باسكو بالك يخاف ولا لهذا يا خوتي كيما راكم اليوم هنايا الرقم هذاك هو اللي عطيناه يا اخي الرقم هذاك هو اللي عطيناه لكم تقدروا تواصلوا اي حاجه خصكم في الابقار اتصلوا مع خويا خويا عزيز خليك بارك الله فيك يعطيك الصحه سي جونتي هكذا يعني نختموا معكم الجزء هذايا وبورتو مازال كاين بزاف ولكن خوكم ناصر ما عندوش لا تعرفوا بلي خوكم ناصر يخدم زوج اسواق في يوم واحد لهذايا ما نقدرش يعني ندير كل شيء ولكن عطينا لكم نظره ما تنساوش دائما دعم قناه ناصر تي في خوتي بارطاجي الفيديو 58 ولايه هاي الله بارطاجي الفيديو 58 ولايه هكذايا جام واللي مازال ما اشترك يشترك باش يلحقكم كل جديد نقول لكم تهلاو في ارواحكم خوكم ناصر يحييكم السلام.